أعزائي الطلاب، مرحبا بكم مرة أخرى. لمعرفة طريقة استخدام المجهر أو الميكروسكوب يرجى متابعة المقطع المصور التالي. عند بدء استخدام المجهر في عملية الفحص، المفروض إن أنا بتأكد إن المسرح في أقصى درجة ممكنة أسفل، بالإضافة إلى وضع العدسة الماسحة أصغر عدسة في وضعية العمل بالشكل ده كده، وأبدأ أثبت الشريحة الزجاجية بتاعتي في المسرح المتحرك بالشكل ده، وبعدين ببدأ أشغل الإضاءة بتاعت المجهر، وبضع عيني على العدسات العينية وأبدأ أرفع المسرح باستخدام الضابط الكبير رفع خفيف جدا حتى نرى العينة واضحة على الشريحة. بعد كده ممكن أبدأ أستخدم العدسات الشيئية الصغرى، وبعدين بعد كده أبدأ أضبط العينة وأشوفها بصورة واضحة، وبعدين أستخدم العدسة الشيئية الكبرى لو أنا هكبر منطقة معينة في العينة بالشكل ده كده. في الحالة دي أنا هجد أن استخدام الضابط الدقيق هو الأفضل بالنسبة للاستخدام. في حالة إذا كنت بستخدم عينات بكتيرية، ممكن بستخدم العدسة الزيتية بعد وضع نقطة من زيت السيدر على الشريحة. بعد انتهاء عملية الفحص بنزل المجهر أو بنزل المسرح المجهر بالشكل ده، وأشيل الشريحة وأبدأ أطفي الإضاءة، وبعدين بعد كده المفروض اللي احنا بنغطي المجهر بالغطاء بتاعه عشان نحافظ عليه من الغبار والأتربة بالشكل ده.